لا نحن من هنا ولا من هناك. الإشكال الذي تسبب في تفاقم وضعية هذا الطريق الواقع بنقطة تقاطع حدود البوليدة والعاصمة في شقه هذا بحي حفيز بمدينة الكاليتوس، وجعل القاطنين بجواره يتساءلون عن مصيره، خاصة وأنه يشهد حركية واسعة وتعرف حالته تدهورا كبيرا. ناسيونال هذه هي طريقة الفياكتور، هذه تحكم لي كاتشو، ما منها تدي المفتاح، تدي الأربعة، تدي الشرق غرب لندالة، كيفاش يخلوا طريق كيما هذا؟ دوك أنا المواطنين بيملكو مرسي لي مور لهنا. هذاك يقول لك هذيك تاع الساز ماشي تاعنا، واللي منا يقول لك تاع 09. بصح هي أنا واش قلت لهم؟ قلت لهم مليح ماشي تونس ومنا ماشي المغرب، هذيك الجزائر وهذيك الجزائر، واحد 4 كيلو هكذاك. المواطنون دقوا كل الأبواب، إلا أن تلاعب المسؤولين بتبعية الطريق لولاية لا لأخرى جعل من وعودهم مجرد كلام لا يسمن ولا يغني. اللي تهدر معاه شاك فوا الوالي، الوالي عقم منه، والي زوخ عقم منه، والي دبليدة الأولاد ماشي هذا ثاني عقم منه، اللي شاف دايرة نون بارلون با، رؤساء البلدية كيف كيف كاع جازوا منا على بالهم كاع يتك. هذه ما فهمناش دروك تاع من حنايا هنايا. مثل هذا الامر يكشف ان التنسيق بين الولايتين لا يتم على اعلى مستوى، وان العمل من اجل مصالح المواطن لا يعدو ان يكون مجرد كلمه يسقط بعدها فعل التطبيق.